الزياده في رمضان ما كايناش، ما تكونش الزياده زعما ثمن عادي بالنسبه للبنادم اللي تيمشي للقرنه. القرنه اللي خص الناس يعرفوا راه ما كاينش اللحم في القرنه، راه كاين اللحم ديال 60 درهم، كاين اللحم ديال 70 درهم، كاين اللحم ديال 80 درهم. اللحم راه ما بقاش كاين لا كاليتي، وكاين الناس مثلا اللي كيجيبوا غير الطوابق، حنا كنجيبوا غير رجالي، رجالي راه زايدين الثمن، رجالي ب 70 درهم. باش تعطي لبنادم شي كيلو ديال اللحم يقدر يوكل به 8 الناس ولا 10 الناس، مثلا يمشي عند شي واحد اخر يعطيه كيلو ديال اللحم ياكلوا فيه جوج الناس. كيقول لك هذا ناقص الثمن، هذا هو المشكل، حيت من القرنه حنا تنجيبوا الغلا، من القرنه كل واحد كاين لا كاليتي. شنو الرساله ديالك للناس اللي كيستغلوا هذا الشهر رمضان وكيبيعوا الحمى صالح للمواطنين وداك الشيء كيزيدوا في الاثمنه؟ هو الناس من الناس اللي كيزيدوا في الاثمنه حشومه، هذا الشهر هذا راه خص بنادم يدي فيه الاجر، اللي عنده الفلوس ياكل واللي ما عندوش ياكل. هذا الشهير خصو يدوز باش ما عطى الله ساعد مع الناس والامور والخاطر الحمد لله.